السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أيوب الغادي. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي غادي نشرح فيه تتمة أو الجزء الثالث من درس الهندسة الفضائية. هذا الجزء دونك كيتعلق بكيفية حساب حجم ومساحة بعض الأشكال الهندسية. دونك كنختاريت هنايا بعض الأشكال الهندسية اللي كلنا كنخدمو بهم في الهندسة الفضائية، مثلا مكعب، متوازي، المستطيلات، الهرم، الأسطوانة القائمة، وكذلك مثال المنشور القائم. وكذلك مثال غادي نشوفو في هذا الفيديو كيفية حساب التكبير والتصغير لهذه الأشكال. دونك فيما يسمى درس التكبير والتصغير بعض أشكال الهندسة الفضائية. فوالا، دونك نبداو على بركة الله بمكعب، المكعب المساحة ديالو دونك أ، كنديرو أ المساحة، يعني أ كتعني لاعب. فوالا دونك أ كتعطينا لاعب، يعني المساحة الداخلية أي الهواء الداخلي. دونك و في نديرو في، في لو فوليوم. دونك هذا كمفتاح باش تبعو معايا مزيان. دونك أ لاغ هي المساحة، بي هو المحيط، و في هو الحجم. متفقين؟ هو الحجم، و غون بي هي مساحة القاعدة. فوالا نوطيو هاد المسائل هادي. دونك أ لاغ هي المساحة، بي المحيط، في الحجم، و بي هي مساحة القاعدة. متفقين؟ دونك نوطيو هاد الإشارات هادي. دونك هادو غادي نخدم بيهم دابا نيت. فوالا دونك مساحة، دونك أ المساحة ديال المكعب. إلا لاحظتو معايا أن المكعب هو عبارة عن متوازي المربعات، يعني جميع الأوجه ديالو عبارة عن مربعات. وشناهي مساحة المربع؟ مساحة المربع هي أ أس اثنان، هي الطول في العرض. متفقين؟ الطول في العرض، وجميع الطول كيساوي العرض عند المكعب، ولهذا كنقولو بأن أ في أ هي أ أس اثنان. والمكعب عنده ستة أوجه، يعني ستة مضروبة في أ أس اثنان. دونك هذه المساحة ديال المكعب. أما فيما يخص حجم المكعب، شنو كنديرو؟ كنضربو الطول، كنضربو الارتفاع في العرض في الطول، الارتفاع في العرض في الطول. بما أن جميع الأحرف متساوية، فإن الارتفاع في العرض في الطول شنو هو؟ هو أ في أ في أ، يعني أ في أ في أ. شنو كتساوي ليا؟ هي أ أس ثلاثة، يعني أن الحجم ديال المكعب كيساوي ليا أ أس ثلاثة. متفقين؟ ندوزو دابا للمساحة ديال المتوازي المستطيلات. المساحة ديال المتوازي المستطيلات كذلك المساحة أ، شنو كتساوي ديال المساحة المتوازي المستطيلات؟ بحال المكعب، شنو درت قبيلة؟ حسبت المساحة ديال واحد فيهم وضربتو في ستة، لأن عنده ستة أوجه متشابهة. أما متساوي المستطيلات عنده كل وجهين متقابلين متساويين. يعني شنو؟ أن المساحة ديال الأوجه المتقابلة مثلا ديال هذا الوجه مع الوجه الآخر فهما كيتساووا. نحسب ديال الوجه هذا، متفقين؟ ديال الوجه الأول وهو أ مضروبة فاش في بي. الوجه الأول هو أ في بي، أ في بي زائد الوجه. دونك يعني عندي جوج من هذا الوجه، جوج من الوجه أ في بي، يعني عندي الوجه الأيمن والوجه الأيسر، يعني جوج مضروبة في أ في بي زائد، متفقين؟ زائد جوج مضروبة في بي في سي، جوج في بي مضروبة في سي، يعني الوجه العلوي المساحة ديالو يعني المستطيل الفوقاني هي بي في سي، ولكن عندي جوج منهم، عنده الوجه العلوي والوجه السفلي كيتساووا، عليها كنضرب جوج زائد اثنان عاوتاني مضروبة فاش؟ مضروبة في الوجه الجانبي وهو سي في أ، سي في أ. دونك جوج مضروبة في سي في أ، ولهذا كنعمم بهاد جوج لي عندي هنايا
دونك المساحه ديال المتوازي ديال المستطيل شنو كتصبح؟ كتصبح هي جوج عامل ل ا في ب زائد ب في سي زائد سي في ا. تفقين هذه هي المساحه ديال المتوازي المستطيلات. اما الحجم في شنو كيساوي ليا ديال المتوازي المستطيلات كنديرو في مثال بحال المكعب. هنا غير عندي جميع الحروف كيتشابهوا على هذا الارتفاع في العرض في الطول كلهم ا ا ا عطاوني ا في ا في ا عطاوني ا اس 3. هنا ما عندي ما كيتساواوش، هنا عندي ا هنا عندي ب هنا عندي سي، يعني كنضرب عاوتاني الارتفاع ا مضروب في العرض ب مضروب في الطول سي، يعني الحجم شنو هو؟ هو ا في ب مضروبه في سي. صافي. وانا دابا ندوزو للاشكال الاخرى، نمسح الطابلو ندوزو للشكل الثالث وهو ا الهرم. انا الهرم، الهرم المساحه ديال الهرم ولا دونك المساحه ديالو ا ايكال المساحه ديالو عندي مثلا دونك هنا عندي الا لاحظتوا معايا مثلا الهرم عنده القاعده ديالو على شكل مستطيل، فاهمين القاعده ديال الهرم القاعده ديالو على شكل مستطيل للاضلاع ديالو عنده مثلا هنا ا وعنده هنا ب، متفقين؟ دونك المساحه ديال الهرم في هذه الحاله ا شنو كتساوي ليا؟ كتساوي هي المساحه ديال هي المحيط ديال هاد القاعده. المساحه ديال الهرم، مساحه الهرم اش كتساوي؟ هي محيط القاعده، يعني محيط متوازي محيط المستطيل اش كتساوي ليا؟ هي ا زائد ب، متفقين؟ مضروبه في 2 ياك، وهادشي كامل كنضربو في الارتفاع اللي هو الارتفاع هذا اللي هو اش، مضروبه في اش، متفقين؟ يعني المساحه هي طول زائد العرض مضروب في 2 مضروبه في الارتفاع. علاش درت هنا ا زائد ب في 2؟ هاد ا زائد ب في 2 وهي محيط المستطيل. علاش درت محيط المستطيل؟ لان القاعده ديال الهرم مستطيل، متفقين؟ وكانت عندي القاعده ديال الهرم على شكل دائري مثلا على هذا الشكل، هذا على الشكل هذا، هنا في هذه الحاله عندي المحيط ديال الدائره. شو قلت بان مساحه الهرم شنو كتساوي ليا؟ هي محيط القاعده مضروب محيط القاعده مضروب في الارتفاع. دونك ولهذا هي ا زائد ب عامل ل 2، متفقين؟ عامل ل 2 مضروبه في اش، لان المحيط ديال المستطيل حيت عندي الطول معاود جوج مرات والعرض معاود جوج مرات، يعني ان الطول زائد العرض معاودين جوج مرات على درت هاد فوالد مضروبه جوج. دونك غندوزو للحجم، حجم ديال الهرم، حجم الهرم شنو كيساوي ليا؟ كيساوي ليا حجم الهرم كيساوي ليا المساحه ديال القاعده، مساحه القاعده كيساوي ليا مساحه القاعده. هنا عندي القاعده على شكل مستطيل، المساحه ديالها هي ا مضروبه في ب، متفقين؟ مساحه القاعده مضروبه في الارتفاع مقسومه على 3، متفقين؟ مساحه القاعده مضروبه في الارتفاع مقسومه على 3، هذا هو الحجم. رجعوا المخروط الدوراني ايضا باش نعطيكم الحجم ديال المخروط الدوراني، حيت عنده قاعده على شكل دائره. الحجم ديال المخروط الدوراني شنو هو؟ هو محيط عفوا مساحه القاعده وهي بي ار اس 2 متفقين مضروبه في اش مقسومه على 2. لاحظتوا واضح بان ما كاينش شي فرق كثير، غير ان المخروط الدوراني تيكون عنده قاعده على شكل دائره، والهرم عنده قاعده مثلا على شكل ماذا؟ على شكل مستطيل. صافي. المساحه ديال المستطيل هي ا في بي، والمساحه ديال الدائره هنا هي بي في ار اس 2 مضروبه في اش وكنقسموها عفوا على 3، صافي. دونك دابا ندوزو الشكل ديال الأسطوانة القائمة، الأسطوانة القائمة، دونك الأسطوانة القائمة المعرفة بشعاعها ومعرفة كذلك بالمثل بالارتفاع اش. المساحة ديال الأسطوانة القائمة ولا دونك المساحة ديالها ا شنو كتساوي؟ مساحة الأسطوانة كتساوي ليا محيط القاعدة، متفقين؟ محيط القاعدة، حنا عندنا القاعدة على شكل ماذا؟ على شكل دائرة، دونك محيط القاعدة، دونك كنديرو جوج مضروب في المحيط ديال القاعدة في الارتفاع، متفقين؟ جوج مضروبة في محيط القاعدة هو مضروبة في بي في ار، متفقين؟
مضروبة في الارتفاع زائد ماذا؟ زائد جوج مضروبة في مساحة القاعدة. جوج مضروبة في مساحة القاعدة يعني مضروبة في بي ار أس اثنان. متفقين؟ إلا درنا التعميل عملنا بجوج بي ار، نعملو بجوج بي ار، إلا عملنا بجوج بي ار دونك كتصبح لنا المساحة شنو كتساوي؟ هي جوج بي في ار عامل لار زائد اش. متفقين؟ بي و ار، بي كتساوي 3.14 و ار كيعطيوها لنا وهي الشعاع، وكذلك مثال اش هي هو الارتفاع. دابا ندوزو الفوليوم يعني ندوزو الحجم ديال الاسطوانة القائمة، شنو كيساوي ليا؟ كيساوي ليا مساحة، متفقين؟ كيساوي ليا المساحة ديال الدائرة، يعني ديال القاعدة، عندي القاعدة على شكل دائرة، مساحة القاعدة شنو كتساوي؟ عندي الدائرة، المساحة ديالها هي بي في ار أس اثنان، متفقين؟ فاش غتكون مضروبة؟ مضروبة فاش؟ في اش، يعني مضروبة في الارتفاع. دابا ندوزو الشكل الأخير وهو المنشور القائم، المنشور القائم. المنشور القائم نفس العلاقة اللي خدمنا بها الأسطوانة، خدمو بها المنشور. الفرق بيناتهم هو أن الأسطوانة عندها قاعدة على شكل دائري، وهنا المنشور القائم عنده قاعدة على شكل مثلث. متفقين؟ دونك المساحة أ شنو كتساوي ليا؟ المساحة كتساوي، إلا لاحظتوا معايا أن المساحة اللي حسبنا قبيلة درنا شنو؟ درنا جوج مضروبة في المحيط في اش. تهنا نديرو جوج مضروبة فاش؟ مضروبة في المحيط ديال مضروبة في محيط ماذا؟ مضروبة في محيط القاعدة، يعني جوج مضروبة محيط القاعدة وهو جوج في أ في ب في سي. متفقين؟ جوج في أ في ب في سي مضروبة في اش زائد جوج مضروبة في مساحة القاعدة. مساحة القاعدة كنعتبر مساحة القاعدة هي ماذا؟ هي مثلا عندنا مثلث نديرو الارتفاع ديالو هو واحد بتي تال. متفقين؟ دونك مساحة القاعدة هي بتي تال مضروبة في بي مقسومة على اثنان. متفقين؟ و ندوزو الفوليوم في الفوليوم حجم المنشور القائم حتى هو كنديرو محيط كنديرو مساحة القاعدة كنضربوها في الارتفاع كيفما درنا الأسطوانة القائمة. دونك حجم المنشور القائم هو مساحة المثلث، يعني هو القاعدة، عندنا قاعدة بشكل مثلث، مساحة المثلث هي بي، يعني كناخدو القاعدة الكبرى هاد الحرف الكبير مضروب في الارتفاع. كون كان عندي مثلث قائم بالزاوية كناخد داك القطعة العمودية أو المستقيم العمودي. دونك هنا عندي هاد اش هي المسقط العمودي، بي هي القاعدة الكبرى، كناخد حرف كبير مضروب في اش مقسوم على ماذا؟ مقسوم على اثنان، فاش مضروب في الارتفاع. متفق؟ دابا غادي نمرو الفقرة الثانية وهي كيفية حساب تصغير وتكبير لبعض الأشكال. هلا دابا ندوزو الفقرة ديال التكبير والتصغير، التكبير والتصغير. فوالا رسم الرسم مثلا اللي غادي نقدرو نشرحو عليه، مثلا عندنا متوازي دونك عندنا A B C D و E F G H. عندنا A بريم، عندنا A بريم B بريم C بريم A D بريم، هنا E
E prime, F prime, G prime e H prime. هذا ما جانا عندنا، عندنا هذا الشكل، هذا الشكل مصغر مثلا مصغر هذا عندنا الشكل، هذا نسميه الشكل الألف، هذا الشكل ب، صافي شكل ب. لنفترض مثلا بأن هذا الشكل هذا مكبر بنسبة بنسبة جوج بالنسبة للشكل ب، صافي يعني مكبر بنسبة ذات العدد الحقيقي اثنان، مثلا تا اثنان. دونك باش كنمشيو من باش نكبرو هاد المكعب الصغير يعني كنحولو لهنا، يعني حتى كنضرب واحد العدد ك يساوي اثنان، صافي. والعكس صحيح، إذا بغينا نرجعو من التكبير الى التصغير مثلا كتكون عندنا ك تساوي لنا واحد على اثنان، صافي. دونك ك تساوي جوج هو نسبة التكبير، و ك تساوي واحد على جوج هو نسبة التصغير. مثلا كانت عندي ك تساوي 4، ف ك نسبة التصغير كتساوي واحد على 4، صافي. مثلا لنفترض انهم عطاوني مثلا عطاوني هاد المسافة بي سي، قالوا لي مثلا كتساوي 3 سنتيمتر، صافي. وقالوا لي احسب المسافة بي بريم سي بريم، صافي. دونك كنقول بأن المسافة بي بريم سي بريم، بي بريم سي بريم شنو كتساوي ليا؟ هي المسافة بي بريم بي سي، هي المسافة بي سي مضروبة فاش؟ مضروبة بنسبة التكبير وهي كا، مضروبة في كا، صافي. يعني ان بي بريم سي بريم شنو كتساوي ليا؟ بي سي هي 3 سنتيمتر، 3 سنتيمتر، 3 سنتيمتر مضروبه في كا نسبه التكبير، يعني مضروبه في اثنان، صافي مضروبه في اثنان. فوالا. لنفترض دابا عطاوني شي حاجه، عطاوني مثلا شي بعد من الابعاد في الشكل المصغر، مثلا خدمو هنا. لنفترض انهم عطاوني مثلا مساحه ديال هاد، مساحه ديال هاد ديال هاد المس هاد هاد المربع اللي عندي الفوق، صافي، ديال ا بريم بي بريم سي بريم دي بريم. عطاوني مثلا المساحه ديال ا بريم بي بريم سي بريم دي بريم، هاد المساحه هادي عطاو عليا مثلا، قالوا لي بان هاد المساحه كتساوي مثلا، عطاوني المساحه قالوا لي بانها كتساوي 5 سنتيمتر و 2، صافي. وقالوا لي اوجد مساحه ا بريم بي بريم سي بريم دي بريم، وهي المساحه المستطيل المكبر، صافي. دونك شنو غادي ندير؟ كندير بي سي بريم شنو كتساوي ليا؟ فوالا، هي بي سي مضروبة فاش؟ مضروبة في كا، وهي نسبة التصغير، نسبة التصغير مضروبة في كا، مضروبة في كا، أي أن بي بريم سي بريم كتساوي ليا شحال؟ بي سي وهي 3 سنتيمتر مضروبة فاش؟ واحد على جوج، وهي نسبة التصغير، هي نسبة تحول من هاد البعد بي سي للشكل الكبير إلى بي بريم سي بريم نسبة الشكل الصغير. يعني ملي كنبغي نوجد شي حاجة، كنبغي نوجد مثلا عطيني قيمة في المكعب الكبير، وقال لي احسب شي قيمة مثلا أو مسافة في أو حجم أو مساحة للشكل الصغير أو المصغر، كنضربو نسبة التصغير، يعني واحد على اثنان. فوالا كنلقاو بأن بي سي بي بريم سي بريم كتساوي 3 على اثنان، فوالا كنلقاو هكا سنتيمتر، صافي. دابا لنفترض لنفترض انهم عطاوني مساحة، عطاوني هاد المساحة هادي، عطاوني مساحة ا بريم بي بريم سي بريم دي بريم، عطاوني مساحة في الشكل ب، يعني الشكل المصغر، عطاوني المساحة ديال ا بريم بي بريم سي بريم دي بريم كتساوي مثلا 5 سنتيمتر و 2، صافي. عطاوني مثلا هاد المساحة وقالوا لي احسب
احسب مثلا احسب مساحة ا ب س د صافي. عطاو لي هما المساحة ديال هاد المساق هاد المربع المصغر صافي، وقالوا لي احسب مساحة المربع الكبير للشكل المكبر بالنسبة لاثنان صافي. شنو كندير؟ كنقول لهم بان ا ب س د يعني مساحة ا ب س د، ولا نسميوها مساحة اس بريم، اس بريم نسميوها المساحة اس، وهذه اس بريم يعني هذه مساحة الشكل مستطيل الشكل الصغير، واس بريم هي مساحة الشكل الكبير يعني هذه نسميوها اس بريم. اس بريم شنو كتساويها؟ هي اس، هاد اس هذه مضروبة فاش؟ مضروبة في كا صافي، اي ان مضروبة في كا اس اثنان، باش كنحسبوا المساحة صافي، لان المساحة عند الوحدة ديالها مثلا هي سنتيمتر اس اثنان، لا تكتبها كا اس اثنان صافي. إذا إس بريم شنو كتساوي؟ المساحة إس هي ماذا؟ هي 5 سنتيمتر أس اثنان، هي 5 صافي مضروبة في كا أس اثنان، يعني مضروبة فاش؟ في النسبة اللي غنتاجو بها من الشكل الصغير للشكل الكبير، يعني نسبة التكبير باش نوجدو مساحة التكبير، يعني مضروبة فاش؟ في اثنان أس اثنان. إذا إس بريم شنو كتساوي؟ كتساوي هي 5 مضروبة في 4، يعني ان اس كتساوي 20 سنتيمتر اس اثنان، هذه هي المساحه، مساحه الشكل ا ب س د، مساحه المربع. ندوزو المثال الاخر، مثلا عطاوني قالوا لي بان في بريم يعني حجم الشكل الف، يعني في هو حجم الشكل الف، كيساوي مثلا تساوي ليا 16 سنتيمتر اس 3 متفق، 16 سنتيمتر اس 3. السؤال مطروح، اوجد حجم الشكل، اوجد في دو بي، يعني اوجد حجم الشكل ب صافي، الشكل ب، ونعرف بان نسبه التصغير باش نمشي من في، يعني باش نمشي من الحجم الكبير للحجم الصغير عندي نسبه التصغير صافي. دونك دائما بالمناسبه خصكم تعرفوا بان نسبه التصغير دائما كتكون اصغر من واحد واكبر من صفر، يعني محصوره ما بين صفر وواحد، اما نسبه التكبير دائما كتكون اكبر من واحد صافي. دونك كنقولوا عندنا العلاقه، وان في ان حجم المصغر او حجم الشكل ب، يعني حجم الصغير اللي خصنا نحسبوه، شنو كيساوي ليا؟ هو الحجم الشكل الكبير يعني الشكل الالف مضروب فاش؟ مضروب في كا صافي، باش نضرب في كا. اذا في دو بي يعني حجم الشكل المصغر كيساوي ليا حجم الشكل المكبر وهو 16 سنتيمتر، 16 مضروبه في كا نسبه التصغير، نسبه الصغير اللي حولنا بها الحجم الكبير الى الحجم الصغير صافي، هي 1 على 2. اذا في بي شنو كتساوي هي 16 على 2 هي 8 سنتيمتر اس 3، ولكن هنا راه كنضربو في 1 على 2 اس 3، علاش؟ هنا راه كا اس 3 غير نسيتها، لان الحجم شنو هو؟ هو الارتفاع مضروب في العرض مضروب في الطول صافي. دونك غادي عاد خاصكم تحسبوها، انا نعاود نكتبهم لكم قادين باش هكا تفكروا لي مزيان ونشرحو مزيان. اللي خصكم تعرفو عليه هو اننا فاش كنبغيو
نحولوا او نحسبوا شي بعد مثلا باش كنبغيو نتحولوا من الحجم الكبير الف الى الحجم الصغير اننا كنضربوا واحد العدد ك متفقين اللي كيكون محصور ما بين صفر وواحد يعني كيساوي واحد على جوج ثلاثة على جوج مثلا في الحالة نديرو كيساوي واحد على جوج وفاش كنبغيو اننا نحسبو شي بعد من الابعاد ديال الحجم الكبير وفي المعطيات عندنا ديال الحجم الصغير مثلا ديال الشكل الصغير اننا تيكون عندنا واحد كا كتساوي لنا مثلا اثنان وهي اكبر من واحد يعني كا اكبر من واحد صافي لنفترض ان هذا الشكل عنده في كتساوي 3 سنتيمتر بلس 3 ياك وطلبوا مني انني نحسب الحجم ديال في بريم ديال الشكل الالي شنو كندير عندي ديال الحجم الصغير خصني نطلب مني نحسب ديال الحجم ديال الشكل الكبير شنو كندير كناخذ الحجم الصغير في وكنضربو فاش نسبة التصغير النسبة التي حولتني من الشكل الصغير إلى الشكل نسبة التصغير متفقين؟ عفوا نسبة التكبير يعني النسبة اللي غادي تحولني اللي غادي تكبر لي الشكل من الصغير إلى الكبير فوالا كنضرب في نسبة التكبير في دونك طلبوا مني نحسب نعاود طلبوا مني نحسب حجم الشكل الكبير وعطيني في المعطيات حجم الشكل الصغير يعني الشكل يعني حجم الشكل المكعب الكبير اش كيساوي ليا حجم ديال الشكل الصغير مضروب فاش مضروب في ك اس 3 صافي انا دونك هادي من جهه دابا الى طلبوا مني مثلا عطيني المساحه عطيني مساحه ديال الشكل الكبير كتساوي مثلا 25 سنتيمتر اس 2 دونك علاش كندير هنا اس 3 لانني كنضيع الحجم دابا انا نفترض انه عاطيني مساحه ها هي سنتيمتر اس 2 مساحه وطلبوا مني انني نحسب عاطيني المساحه ديال المكعب المكبر وطلبوا مني انني نحسب مساحه المكعب المصغر يعني مساحه المكعب المصغر كتساوي لي مساحه المكعب المكبر مضروبه في ك اس 2 ولكن كا اللي غادي نخدمو بها هنا هي النسبة التي تحول من الشكل المكبر إلى الشكل المصغر حيت أنا مطلوب مني أنني نحول مساحة الشكل المكبر اللي ديجا محسوبة إلى مساحة الشكل المصغر اللي ما عنديش دونك كنمشي بنسبة التصغير فاهمين نشوف أنا لو سونس اللي غادي فيه نسبة التصغير وهي إلا كانت عندي كا كتساوي جوج يعني راه كا هاد النسبة الصغيرة كتساوي واحد على جوج ديما لا مبعكس صافي دونك إلى هنا كنكونو وصلنا لنهاية درس الهندسة الفضائية كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا وشكرا.